المملكة تزدان بثوبها الأبيض وأجبهة هوائية أشد برودة في ساعات المساء. خلال زيارته غرفة العمليات المشتركة، أنسور يشدد على تلافي عيوب البنية التحتية في العاصمة في المرة المقبلة. والدفاع المدني يتعامل مع العديد من الحوادث على الطرقات تحت تأثير الحالة الجوية السائدة. أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة رؤيا. قام رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور بزيارة تفقدية إلى غرفة الطوارئ في أمانة عمان الكبرى للوقوف على جاهزية الأمانة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة، مؤكدا أن هناك تناغما وتنسيقا بين الأجهزة الأمنية والمعنية للتعامل مع الظروف الحالية. ووجه نصور المسؤولين عن الجهات الخدمية إلى ضرورة تلافي العيوب التي ظهرت في البنية التحتية للعاصمة وأدت إلى إرباك شديد، مؤكدا أن ما حدث في عمان يجب ألا يتكرر مرة أخرى. يذكر أن نصور قرر تعطيل الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة غدا الخميس بسبب الظروف الجوية السائدة باستثناء تلك التي تقتضي طبيعة عملها الدوام. الحمد لله، استعداد كبير واستعداد يعني الحقيقة مثير للإعجاب. سمعنا أنك زرت قوات الدرك وأيضا الدفاع المدني، كيف تنظر لسير الأمور في نعم والأمن العام أيضا؟ كيف تقيم الأوضاع حاليا في العاصمة؟ الأجهزة تعمل بتناسق تام، هذا هو الأساس. إحنا عندنا مقدرات كبيرة، عندنا مقدرات مادية وعندنا كفاءات بشرية وعندنا همة الرجال وفي عندنا حسن التنظيم وحسن استعمال الموارد، هذا هو العنوان. لا يكفي أن يكون عندك آلات ومعدات ولكن ما فيش إدارة جيدة وما فيش شعور بالواجب وبالرسالة. هذه العناصر إحنا معالي وزير الداخلية وأنا زرنا هذه الجهات الفعالة الحقيقة التي تستحق كل الدعم وكل الاحترام، لأنه في جاهزية عندهم، في عندهم شعور بالواجب، في عندهم استعداد سابق، لم تفاجئهم هذه الأحداث وواجهوها بكل كفاءة ومسؤولية. أنا بعتز فيهم ومن خلالكم بحيي كل المواطنين. غرفة الطوارئ التي أنشأتها فرق أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع كوادر الدفاع المدني والإطفاء ورجال الأمن العام والأجهزة المعنية تشهد اتصالات كثيفة من المواطنين، أغلبها للتبليغ عن حالات طارئة تسببت بها الأحوال الجوية. وبيّن مدير دائرة صيانة الطرق المهندس أحمد خريسات أن آليات الأمانة تعمل من خلال 35 مساراً، وينظم عملها مركز طوارئ تلاع العلي ورأس العين، حيث يتم العمل على فتح الشوارع الرئيسية أولا بأول. وفيما يتعلق بالشوارع الفرعية، أكد خريسات أنه سيتم فتحها من خلال 30 مجموعة موزعة على مناطق الأمانة كافة. احنا عندنا فعليا 60 فرق ثرقة عاملة، احنا عندنا قدرة ان نرفعهم ل 100 عن طريق إخواننا المتعاهدين وإخواننا المواطنين اللي بتبرعوا. 75 فرقة بنقدر نطلع من داخل أمانة عمان بقواها الذاتية عن طريق المناطق وعن طريق المراكز. عمان الشرقية حاليا ما فيها طول للثلوج، عمان الغربية اللي بتواجه ثلوج والحمد لله ما في طرق مغلقة، كل الطرق سالكة. كوادرنا منذ قبل صلاة الفجر وهم شغالين الحمد لله، وهيك شايف قدامك. هلا الظرف الحالي انه من حيث الثلوج عندنا القدره انه نتعامل معه. اللي صار امبارح انه البنيه التحتيه تبع شبكات التصريف ما بتستوعب هيك ظرف، يعني هو ظرف قاهر كان، حتى بدول العالم المتقدم يعني بريطانيا، نيويورك، اذا اجاهم شتاء شبه عاصفه زي اللي صارت عندنا امبارح ما بيقدروا البنيه التحتيه، حتى المدن الكبرى في اوروبا ما بتقدر تتعامل مع هيك. احنا نطمن المواطن انه البنيه التحتيه يعني عندنا لا زالت ممتازه وانها في اطار ايضا لتطويرها بشكل اكثر، خاصه بعد الظروف اللي مريتوا فيها. طبيعي لانه احنا بعد كل شتوى
وين في بظهر عندنا ملاحظات بنرد، اذا في خطوط بدا تحسين او بدا تقويه دائما بنقويها وبنحسنها. غالبا الانفاق على شبكه تصريف المياه يتم على النمو تبع مدينه عمان، بس هذا لا يعني انه البنيه التحتيه لعمان اللي اقدم او اللي مجهزه في البنيه التحتيه لا يتم التحديث عليها ايضا. هلا من خلال ملاحظاتنا بنرجع بنعيد وبنصلح ما امكن واللي يجب اصلاحه او تحسينه. هسه امبارح بعض الاخوان المواطنين كانوا ينتقدونا يقولوا الامانه ما شبعتنا حكي، بما معناته انه انتم مستعدين وجينا لقينا انفاق اغلقت. هلا هذا ظرف ما بتقدرش تتعامل معه، يعني انا لو انه في منول مسكر بغض النظر عن ايش اللي اغلقه ممكن افتح واتعامل معه، لكن فعليا ما كانت المشكله مشكله اغلاقات في غالبيه المواقع الحساسه. هلا ممكن بعض الشوارع اجى يافطه او شيء وكوادرنا بالشارع تعاملت معه فورا، لكن فعليا هي المشكله كانت عدم استيعاب وعدم قدره على بدا تاخذ وقت زمني حتى تصرف المياه. حتى السيل الرئيسي في عمان عباره وسط البلد كانت فل الحمد لله. تعبر المملكة في ساعات المساء والليل الأولى جبهة هوائية ثانية تعتبر الأشد برودة في المنخفض الحالي، مما سيؤدي إلى انتظام الهطول الثلجي في أغلب المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 600 متر. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في البدء كانت أمطار غزيرة، رافقتها رياح بسرعة 120 كيلومتر للساعة، جلبت معها فجراً الزائر الأبيض ليبدأ بالهطول في مختلف مناطق المملكة. تلك ملامح العاصفة الثلجية التي ضربت المناطق هذا الشتاء، والتي تسببت بها الكتلة الهوائية القطبية المندفعة مباشرة نحو المملكة عبر تركيا والبحر الأسود. الثلوج بدأت بالتساقط عند منتصف ليلة أمس فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر عن سطح البحر، وامتدت فجراً إلى المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر لتواصل بعد ذلك هطولها في أغلب المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر. ولنا من الخير هذه السنة نصيباً، حيث ستعبر البلاد الليلة جبهة هوائية تعتبر الأشد برودة في المنخفض الحالي لتلون بالأبيض كافة المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 600 متر. الهطول المطري وزخات الثلوج لم تقتصر تأثيراتها على إغلاق الطرق والميادين وإعلان حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الأزمة، بل فجرت سيلاً من النكات والتعليقات الساخرة التي تداولها المواطنون معبرين عن فرحتهم بهذا الأبيض المنتظر واستيائهم لحالة البنية التحتية لشوارع الأردن. موجة من الأجواء الباردة اجتاحت كافة مناطق المملكة، منها من كان له نصيب بالثلج ومنها من كان نصيبه مقتصراً على البرد والأمطار وأمل باستقبال الأبيض. تكثر الحوادث أثناء المنخفضات الجوية، خاصة تلك التي يرافقها هطول مطري أو ثلجي غزير، فانخفاض درجات الحرارة وتراكم المياه والثلوج في الشوارع الرئيسية والفرعية يعيق حركة المرور أمام المركبات، وقد يتسبب بعضها بحوادث سير، إضافة إلى توقف المركبات في الشوارع. وقد تعاملت الأجهزة الأمنية المعنية مع العديد من حوادث السير وتوقف سيارات وحافلات على الطرقات جراء المنخفض الجوي. سوء تصريف مياه الأمطار في منطقة سقف السيل وشارع طلال أدى إلى غرق المحال التجارية الواقعة بينها، مما أدى إلى تلف معظم محتوياتها وبضائعها، خاصة وأن معظمها أثاث خشبي. أصحاب المحال اشتكوا من عدم استجابة أمانة عمان الكبرى لاستغاثاتهم الليلة الماضية، وقدروا خسائرهم بما يزيد عن 200,000 دينار. هذا السوق كامل تضرر من المي، اجت صارت تيجي من سقف السير من درج الزعامبه تنزل علينا من بعيد عن كل مجاري تطلع علينا، من المجاري تطلع فوق، يعني بطلت هذه تتحمل المنطقه، يعني هاي الغرض في الصرف الصحي والمي اللي طلعت ما في.
ما في تصريف، ما في تصريف نهائيا نهائيا. هاي قدامك تطلع قدامك، شوف هاي المحل من هون، هاي المحلات، هذا هذا لاخوي، هذا لاخوي، طلع لنا كليتنا متضررين. خسارتنا هون بحدود 200-250 الف. لا تفرج، هذا عقل ضع انشطبت خشب. تفرج هنشوف وين اللي بيجيبوا الامانه وبنيه تحتيه وما بنيه ومن هاي. طلع هاي قدامك البنيه التحتيه، هاي رنينا عليهم من الصبح ما يجوا، امبارح مشكورين يجوا في الليل سحبوا شويه مي، لا مجرادين عليه. هينا من الصبح هاي التلفون مسجل قديش مره عكينا. والحديث حول تعامل كوادر الدفاع المدني مع المنخفض الجوي معنا عبر الهاتف النقيب محمد حرب من إدارة الإعلام والتثقيف في الدفاع المدني. محمد بيك مساء الخير. مساء الخير ست لنا، يعطيكم ألف عافية. الله عافيك يا رب. كيف تعاملت كوادر الدفاع المدني مع الحالات الجوية، الحالة الجوية السائدة خاصة مع تراكم الثلوج في بعض المناطق والطرق؟ ست كريمة مساء الخير. حقيقة المديرية العامة للدفاع المدني وعلى اليوم الثاني على التوالي تم وضع خطة الطوارئ الخاصة بالتعامل مع الحوادث التي يمكن أن تقع خلال فصل الشتاء موضع التنفيذ، من حيث فتح وإدامة غرف العمليات الرئيسية ورفع نسبة الجاهزية من المعدات والآليات الخاصة بالتعامل مع الظروف الجوية، وكذلك رفع نسبة الجاهزية من الكوادر البشرية. الحمد لله أنه كان هناك كمان في مبادرة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بتعميم السجل الوطني الخاص بمرضى غسيل الكلى مساء أمس على كافة المديريات الميدانية، بحيث يتم الاتصال مع المرضى الذي صادف هذا اليوم موعد لإجراء غسيل كلى لهم، والحمد لله تم هذا الإجراء. حتى هذه اللحظة تم التعامل ونقل 23 حالة غسيل كلى، وذلك من خلال سيارات الإنقاذ المجنزرة والتي تم تأمينها بكافة أجهزة ومعدات الإسعاف المتخصص شأن سيارات الإسعاف البرامدك، وتم تأمين هؤلاء المرضى إلى المستشفيات المختلفة، كما تم تأمين عدد من هذه السيارات بأجهزة الإنقاذ الخفيف للتعامل مع حوادث السير المختلفة نظرا لما شهدته العاصمة الحبيبة عمان من هطول غزير الأمطار في بداية هذا اليوم وتراكم الثلوج. وهذه الحقيقة السيارات الإنقاذ هي مجنزرة قادرة على المسير في مثل هذه الظروف الصعبة في ظل التراكمات الثلجية وارتفاع منسوب المياه. ست لنا، حقيقة تم التعامل خلال اليومين الماضيين مع ما يزيد عن 400 حادث في مجال الإنقاذ والإطفاء. نحكي عن حوادث السير، نحكي عن مداهمة مياه الأمطار للمنازل التي شكلت خطر على قاطني هذه المنازل أو بعض المواقع الحيوية. عفوا محمد بيك، مجموعها 400 حالة في جميع أنحاء المملكة؟ نعم، 400 حادث في مجال الإنقاذ والإطفاء فقط. أما في مجال الحالات المرضية تم التعامل مع 1423 حالة مرضية، كان من ضمنها 23 حالة غسيل كلى، وكذلك كان تم التعامل مع 6 حالات ولادة طارئة في سيارات الإنقاذ على أيدي نشميات الدفاع المدني، وتم تأمينهم والحمد لله حالتهم جميعا هي حالة صحية جيدة جدا، تم تأمينهم إلى المستشفيات المختلفة. وكذلك تم التعامل مع 242 حادث إخلاء أشخاص نتيجة مداهمة المياه لهم، و590 حادث شفط مياه نتج عنها إنقاذ 552 شخص. نحكي عن عملية إنقاذ، مفهوم كلمة إنقاذ هنا لا يعني أن أشخاص كانوا تحت خطر معين، ولكن حقيقة كانت تعطلت مركباتهم في بعض الطرق الرئيسية، في بعض الأنفاق التي كانت تشهد ارتفاع منسوب المياه، في بعض المنازل التي كانت مداهمة المياه. تم الحمد لله تأمينهم إلى مناطق آمنة. ست الكريمة، يعني أنا حاب عبر هذه القناة المشاهدة من قبل الإخوان الأردنيين أن أكد على نقطة مهمة، وهي بخصوص الآن نحن نشهد تدني ملحوظ في درجات الحرارة، رايح يكثر استخدام وسائل التدفئة. لذلك نداء إلى ربات البيوت، للقائمين على الأسر، بضرورة مراقبة الأطفال، بضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بعيدا عن السلوكيات الخاطئة والتي قد تتسبب لا سمح الله في وقوع حوادث حرائق المنازل تحديدا والاختناقات. كذلك ضرورة الإقلال من الحركة قدر الإمكان منذ هذه الساعات حتى صبيحة يوم غد، نظرا لخطر تشكل السيول الجارفة والتي قد تلحق الضرر بالأشخاص وبالمركبات، وتحديدا نحكي عن أماكن تجمع المياه اللي هي الآن موجودة في بعض المناطق من العاصمة الحبيبة عمان. ست الكلمة، يعني احنا دائما نركز على فئة معينة وهي الأخوة السائقين، سائقي المركبات العمومية وسائقي المركبات الخاصة. نعم. نقيب محمد، هل لك أن تطلعنا على بعض المناطق التي تشهد تجمع للمياه أو إغلاقات طرق؟
ست الكريمة يعني هو تجمعات المياه، المشكلة أنها لا يمكن حصرا أن تحكي عن بعض الساحات الترابية، هي تعتبر كمنطقة يعني تعتبر أشبه ما تكون بحصاد مائي، ولاحظناها من خلال في جوارنا في العاصمة عمان العدد الكثير منها. ست يعني حتى بعض الحفر الإنشائية التي هي ضمن المواقع الإنشائية لغايات البناء هي أيضا تحولت إلى برك وأشبه ما تكون بمصاد بالنسبة للمركبات والأشخاص. يعني ست كريمة يعني أنا أحكي على المجمل والعموم، لكن حقيقة يعني أن دور المواطن دائما هو أنه الإقلال من الحركة، الانتهاج السلوك الوقائي في كافة مجريات الحياة، الابتعاد عن مواطن الخطر. يعني احنا حكينا بالأمس عن عدم الاقتراب من الأنفاق، سلوك منطقة الدوار والابتعاد عن الأنفاق حتى لو كانت النفق على اعتبار أنه مشاهد لك أنه مفتوح نوعا ما، يا أخي أكثر أمانا اسلك الدوار بحيث لا تكون عرضة للوقوع في الحوادث لا قدر الله. نعم، جهود مشكورة النقيب محمد حرب من إدارة الإعلام والتثقيف في الدفاع المدني. تعيق الحالة الجوية السائدة والهطول الثلجي حركة المواطن اليومية وتؤثر على الحركة المرورية على الطرقات، ولذلك قد يصبح من الصعب التعامل مع أي طارئ قد يتعرض إليه أي مواطن. لكن غرف العمليات في مديريات الدفاع المدني تستقبل اتصالات المواطنين وتتلقى استغاثاتهم على مدار الساعة. مراسلنا رعد بن طريف رافق أحد كوادر الدفاع المدني في منطقة بيادر وادي السير أثناء نقلها لمواطن يعاني وعكة صحية من مسجد منطقته إلى مدينة الحسين الطبية، حيث كان يعاني هبوطا في السكر. احنا في مديريه الدفاع المدني غرب عمان حالنا كحال كل مديريات الدفاع المدني بالمملكه. من لحظه ما عرفنا بوجود منخفض جوي شديد يتم وضع غرف العمليات على يعني على مدار الساعه باداره ضباط، يتم تاهيل او التاكد من جاهزيه المعدات والاليات، يتم توزيع المرتبات بشكل مجموعات للعمل في المواقع المختلفه. انا في مديريه غرب عمان امبارح واول امبارح الخير عم المنطقه كلياتها، كانت في كميه كبيره من المياه جرت في الشوارع، هناك بعض المشاكل وكثير من المشاكل يتعامل معها الدفاع المدني والامانه والجهات المعنيه، كل ضمن امكانياته وحسب قدراته وكله لضمان تقديم خدمه للمواطن. لكن الحقيقه كميات المياه اللي امبارح كانت موجوده كاكبر من طاقه استيعاب شبكات صرف تصريف مياه الامطار او اكبر من استيعاب شبكات حتى الصرف الصحي، وكان هناك كثير من المواقع في المناطق المنخفضه تعرضت لتجمع كميات كبيره من المياه. معظم المباني السكنيه التي لها طوابق تسوية أو منخفضة غمرتها بالمياه، لكن نطلب من المواطن بس يقدر الموقف، المنطقة اللي فيها خطر على الناس ممكن احنا نعطيها أولوية أو نعطيها أولوية، الأولوية للمواطنين تسوية كراج سيارة ملان مية ما مش أولوية فعلية أو حقيقية لأنه لا تهدد حياة الناس بالخطر. جراء الهطول الغزير للأمطار وبسبب عدم قدرة مناهل نفق شارع الحصن في إربد على تصريف المياه، غرقت جرافة وثلاثة مهندسين حاولوا دخول النفق لتصريف المياه. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. الصورة توحي بأن المكان بركة للسباحة، أما الواقع فهو نفق للمركبات، نفق الحصن الذي أنشئ بجانب مدينة الحسن الرياضية في إربد لتسهيل انسياب حركة المرور. لم يخطر ببال المهندسين الذين عملوا على تصميمه وإنجازه أن مشروعهم أو صرحهم الهندسي سيتحول في ليلة ماطرة إلى ما يشبه بركة للسباحة أو مصيدة للمركبات على عكس الغاية التي أنشئ لأجلها. ففي ليلة ماطرة حاول ثلاثة مهندسين دخول النفق مستخدمين جرافة كبيرة من أجل فتح مصارف المياه التي تجمعت ومنعت حركة السير، إلا أن الجرافة نفسها غرقت مع فريقها الهندسي، ما اضطرهم لطلب النجدة من رجال الدفاع المدني الذين حضروا على الفور.
استخدم رجال الدفاع المدني وسائل بدائية لإنقاذ العالقين داخل النفق دون جدوى، ثم حاولوا مرة أخرى باستخدام قوارب بلاستيكية صممت للعب الأطفال، لكن لم تفلح هذه الوسيلة أيضاً. كل تلك المحاولات جرت والفريق العالق يصرخ طلباً للنجدة، ورجال الدفاع المدني يحاولون دون كلل، إلى أن جازف الغطاسون بالدخول مستخدمين الحبال لسحب المهندسين العالقين. نجحت هذه الطريقة وتم نقلهم إلى المستشفى وهم يعانون جراء البرد الشديد الذي تعرضوا له. كل ذلك حدث وسط ترقب للمواطنين الذين اصطفوا أعلى النفق بانتظار ما سيحدث. مهندسون غارقون مع جرافاتهم ومحاولات مستميتة لإنقاذهم. ومكمن الحيرة والغرابة أن أياً من مسؤولي بلدية إربد لم يكلف نفسه عناء الحضور. محافظة عجلون شهدت سقوطاً كثيفاً للثلوج وللأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد والرياح الشديدة مع انخفاض حاد على درجات الحرارة، وأدت الثلوج إلى إغلاق العديد من الطرق في المحافظة، في حين داهمت مياه السيول عدداً من المنازل، مما استدعى تدخل الدفاع المدني لسحبها وفقاً لمصادر في الدفاع المدني. وحذر الدفاع المدني من مخاطر تجمع كميات كبيرة من المياه في منطقة عبين، حيث تشكلت بحيرات ضخمة إلى حد أصبحت تهدد المنازل، وربما يتطلب الأمر إخلاء بعضها من السكان. وأشار الدفاع المدني إلى أنه لم تسجل أي إصابات بين السكان جراء الظروف الجوية السائدة. وشهدت منطقة محيط مسجد عجلون انهيارا في الطمم جراء غزارة الأمطار. الجو والله ما شاء الله عليه، والشرطة والدفاع المدني برضو قايمين بواجبهم على أكمل وجه، والله يعطي العافية للشباب كلها دون استثناء. سنة 72 بشهر واحد بهذه الأيام سكرت محافظة عجلون عن محافظة إربد ومحافظة عمان وجرس، سكرت ثلاثة أيام بهاي البركة، هاي اسمها بركة سليمان اليعقوب، معروفة لكل محافظة عجلون، وفي عندنا بركة داخل البلد كمان نفس النظرية. محافظة إربد بدورها شهدت أمطارا غزيرة وتساقطا متقطعا للثلوج مصحوبا برياح قوية أدت إلى انخفاض شديد على درجات الحرارة، وقد تدفقت المياه بكميات كبيرة إلى شبكة التصريف، لكن عدم قدرة العبارات على استيعاب كميات المياه المتدفقة أدى إلى اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتسربها إلى منازل المواطنين والشوارع الرئيسية. وقد تم تحويل السير في بعض شوارع المحافظة بسبب تجمعات مائية كبيرة أدت إلى تعطيل حركة السير. هذا ولم يتم تسجيل إصابات تذكر. وفي الوسط التجاري للمدينة أغلقت العديد من المحال التجارية مبكرا بعد أن شهدت حركة البيع والشراء تراجعا كبيرا جراء غزارة الأمطار. يشهد جنوب الأردن أحوالاً مشابهة لتلك التي تشهدها باقي محافظات المملكة، وأفاد مراسلنا في الطفيلة أن المدينة ما زالت تتأثر بالمنخفض الجوي وتشهد سقوطاً كثيفاً للثلوج، مما أدى إلى إغلاق بعض الشوارع. وتعمل آليات المحافظة على إعادة فتح الطرق مرة إثر مرة بسبب تواصل تساقط الثلوج. وقال محافظ الطفيلة هاشم حسحيم إن سماكة الثلوج زادت عن 30 سنتيمترا، وأنه لم يتم تسجيل أي حوادث تذكر، فيما تتوفر كافة السلع والمواد التموينية بكميات كبيرة. أما محافظة الكرك فما زالت تتعرض لتساقط كثيف للثلوج أدت إلى حدوث جراف في التربة، ما أدى إلى إغلاق طريق الكرك الطفيلة. وقال محافظ الكرك أحمد العساف إن كافة الدوائر الخدمية بكوادرها البشرية وتجهيزاتها مستنفرة للتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث جراء تعمق المنخفض الجوي، مشيرا إلى قيام جميع طواقم المحافظة بإسعاف وإنقاذ وإخلاء المواطنين الذين حاصرتهم الثلوج، وكذلك تأمين نقل الحالات المرضية الطارئة إلى المستشفيات.
وأكد المحافظ أن كافة المواد التموينية والمحروقات متوفرة في الأسواق، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء كميات كبيرة من المواد التموينية والخبز والمحروقات، حيث أن المخزون من هذه المواد كاف في المحافظة. قررت وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الدورة الشتوية الذي كان مقررا اليوم إلى يوم 21 من الشهر الجاري، وذلك بسبب الأحوال الجوية السائدة. على صعيد آخر، فوض وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس رؤساء لجان تصحيح أوراق الامتحانات تقدير الظروف بشأن الاستمرار في عملية التصحيح كل في منطقته وتبعا للحالة الجوية السائدة فيها. وقال المستشار الإعلامي للوزارة أيمن البركات إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة سير عملية تصحيح أوراق الامتحان وتوفير الظروف الملائمة لأعضاء لجان التصحيح للقيام بمهامهم على أكمل وجه وضمان سلامة وصولهم إلى مراكز التصحيح. وأكد بركات أن لدى الوزارة خطة لإنجاز عملية تصحيح أوراق الامتحان ضمن الوقت المحدد لإتمامها. نظرا للظروف الجوية السائدة التي تتعرض لها المملكة والتساقط الكثيف للثلوج والأمطار الغزيرة، قررت مجموعة من الجامعات تعليق الدوام ليوم غد الخميس. وكانت الجامعة الأردنية قررت تأجيل الامتحانات المقررة اليوم إلى يوم الاثنين 14 من الشهر الحالي، وتأجيل الامتحانات المقررة يوم غد الخميس إلى يوم الثلاثاء 15 من الشهر الحالي. تهدم عدد كبير من الخيام التي تؤوي اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري إثر هطول الأمطار بغزارة يوم أمس واليوم. مدير العلاقات والتعاون الدولي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن علي بيبي قال إن المفوضية وبالتعاون مع الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية تعمل على نصب خيام ذات حجم كبير لاحتضان العائلات السورية التي تضررت خيامها بفعل الأمطار الغزيرة، إضافة إلى العائلات الجديدة النازحة إلى المخيم وتوزيع عائلات أخرى على الكرفانات السعودية. وأضاف بيبي أنه يتم سحب المياه التي ارتفع منسوبها ضمن آليات معدة لهذه الغاية، مشيرا إلى أن أعداد الخيام المتأثرة بفعل الأحوال الجوية وصل إلى نحو 500 خيمة. مدير المخيم محمود العموش أكد استنفار كافة كوادر الهيئة إلى جانب الدفاع المدني في المخيم وعدد من المتطوعين الذين يعملون على مدار الساعة للحيلولة دون مداهمة المياه المزيد من الخيام، كما يعملون على مساعدة اللاجئين في تنقلاتهم. بدورهم وصف اللاجئون وضعهم الحالي بالمأساوي، الأمر الذي اضطرهم إلى اللجوء إلى مدارس المخيم للاحتماء من قسوة الطقس وخوفا على أطفالهم، فيما لجأت عائلات أخرى إلى جيرانها ممن يسكنون الكرفانات. وللحديث عن حالة الطرق في المملكة معنا على الهاتف أمين عام وزارة الأشغال العامة المهندس سامي هلسي. مهندس سامي مساء الخير. أهلين مساء النور. كيف تصف حالة الطرق في المملكة في هذه الأثناء؟ سيارات محطوها يعني وزارة الأشغال ستي يعني متابعة من مساء الأمس وضع الطرق في المملكة، ونحن مسؤولية الوزارة هي الطرق الخارجية، ف يعني عندنا فرق عاملة على كافة الطرق. اليوم بالذات أنا كان لي زيارة ميدانية وتفقد على أرض الواقع للطرق بمحافظات الشمال، وكنت بجرس حدود الساعة الواحدة بعد الظهر وبعدين لعجلون بعدين بين جرس بين عجلون وإربد ورأس منيف اللي أكثر منطقة عليها تاخذ فلوس. طبعا فتحنا معنا الطرق ويعني إصرار الوزارة سواقي الأريات والكوادر الفنية كلهم يعني شغالين على قدم الوساق، والله يعطيهم العافية
الله يعطي العافيه للجميع، يعني خير وإزاع البلد، وان شاء الله يعني يكون الوضع نهايته جيده. نعم مهندس سامي، مع دخول الجبهة الثانية من هذا المنخفض، ما هي استعداداتكم هذه الليلة؟ احنا يعني بالليل هو يمكن صعب العمل بعد الساعة 9:10 بالليل، بس بكرة صباحا بكون أجهزتنا كلها عاملة من الساعة 5 صباحا حتى يفتح الطرق مرة ثانية لحركة السير اللي تكون الصباحية، وأي تراكم للثلوج بصير خلال الليل. احنا صباحا خلال ساعة أو ساعتين عادة المعتاد أنه أريات الوزارة بيشتغلوا عليه بالصباح يعني من قبل الفجر، حتى يكون مع الحركة المتوقعة على السيارات تكون الطرق الخارجية كلها سالكة. احنا بالطبيعي من الكوادر الآليات في الساعة 9:10 بالليل تبيت وبلش العمل صباحا على 4:00 و4:30 قبل يعني قبل الفجر بشوي. نعم مهندس سامي هالسي أمين عام وزارة الأشغال العامة، جهود مباركة وشكرا جزيلا لك. ارتفع إجمالي التخزين المائي في سدود المملكة العشرة خلال 24 ساعة الماضية إلى 106 ملايين متر مكعب، بعد أن كان الارتفاع 62 مليون متر مكعب يوم أمس. وقال أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور إن إجمالي التخزين المائي الحالي يعادل 20% من إجمالي سعتها التخزينية البالغة 325 مليون متر مكعب، وبذلك تكون السدود قد تزودت ب 44 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة فقط، وهو أمر نادر الحدوث. وأكد أبو حمور أن السدود الصحراوية خزنت هي الأخرى كميات جديدة من المياه. والحديث عن مخزون المياه في سدود المملكة، معنا على الهاتف أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور. أستاذ سعد مساء الخير. أستاذ سعد هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعود الاتصال لاحقا ونتابع النشرة. حيث يترقب الأردنيون كل فصل شتاء تساقط الثلوج خاصة الأطفال، فما أن تتساقط الثلوج حتى يخرجوا إلى الأرصفة والساحات للعب وتراشق كرات الثلج وتشكيل نماذج ثلجية تجسد الرجل الثلجي. المنخفض الجوي الحالي راكم الثلوج في عدة مناطق من المملكة، فخرج المواطنون لاستقبال الزائر الأبيض بالابتسامة واللهو. احنا حاسين وقتين عشان الثلج اجى بالعطله، وعشان لقينا قناه رؤيا وحلو الثلج كثير، ما بتعرف كل يطلع يلعب. الشعب الاردني شعب ترفيهي، لانه من اول ما مطرت هيك الجسر سكر صار ينزل نكت، وجسر مع الحاله اللي احنا فيها في فكر. والله أنا بشكر قناة رؤيا على استضافتنا، وإحنا هذا الناس كلها مبسوطة هون وشايفة كيف الأمور، الكلهم بيلعبوا بالثلج، وهذا خير وبركة على الأردن، وإن شاء الله يعم على الجميع. بوجه للناس كلها أن تطلع وتنبسط وتلعب بهالثلج بهالأجواء الحلوة الجميلة مع الأرض البيضة اللي بتجنن للجميع إن شاء الله. ونعود مرة أخرى للحديث عن مخزون السدود في المملكة، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور. مهندس سعد مساء الخير. مساء النور، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هل لديكم أرقام جديدة عن كميات الأمطار التي خزنتها السدود؟ نعم، يعني التخزين وصل بلغ لغاية الآن حوالي 132 مليون. نعم مقارنة مع المواسم الماضية، يعني تجاوزنا المخزون الشتاء الماضي بحوالي يمكن حوالي 30 مليون تقريبا. مخزون الشتاء الماضي يعني هنا على 103 مليون، لكن الحمد لله لسه احنا بدايه شهر واحد وصلنا حوالي 132 مليون من السعه التخزينيه الكليه للسدود البالغه حوالي 325 مليون. يعني مهندس، يعني النسبه وصلت حوالي 37% من السعه التخزينيه الكامله للسدود. نعم مهندس سعد، هل هذا يعني أننا سنتجاوز هذا الصيف مشكلة انقطاع المياه؟ إن شاء الله أنه راح يكون الوضع الصيف السنة هاي اللي علينا راح يكون أفضل من السنوات الماضية،
هو ارتفاع المخزون بالسدود، ونتأمل إن شاء الله إنه المخزون يعني الأيام القادمة بقية شهر واحد وشهر اثنين وشهر ثلاثة يكون في هناك أمطار ويزداد المخزون بشكل أكبر من الوضع الحالي. نعم. نعم مهندس سعد أبو حمور أمين عام سلطة وادي الأردن، شكرا جزيلا لك. وفي نهاية النشرة إليكم التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المملكة تزدان بثوبها الأبيض وجبهة هوائية أشد برودة في ساعات المساء. خلال زيارته غرفة العمليات المشتركة، أنسور يشدد على تلافي عيوب البنية التحتية في العاصمة في المرة المقبلة. الدفاع المدني يتعامل مع العديد من الحوادث على الطرقات تحت تأثير الحالة الجوية السائدة.